أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في هذا الدرس حنبدأ نتعلم عن متغير جديد اللي هو فيكتور روتيتور وترانسفورم. كل مجسم موجود في عالمنا له متغير فيكتور اللي هو بيحدد موقع المجسم تبعنا. يعني عندنا هون احنا هذه القيم، لما انا اتحرك المجسم هذا القيم هاي بتصير تتغير. هذه كلها عبارة عن فيكتورز. الروتيشن روتيتور، طبعا بدي بس احكي شغلة مهمة هون، انه الاكس لها اسم الدوران في الاكس رول، الدوران في الواي بيتش، الدوران في الزد يا. بدك تحفظ هاي الاسماء لانك ممكن تلقاها في النت في مكان فيقول لك دوران بده دوران الرول، فانت ايش بتسوي؟ بتعرف انه بحكي عن الاكس اكسس. طيب خلينا نبدا على طول نتعرف على المتغير. نضغط على فاريبل على الزائد هون ونسميه فيكتور. خلينا نحدد النوع تبعه يكون فيكتور. الان لو تلاحظ لو سحبنا هون جيت هي نفسها اللي متعودين عليها، لكن لو سحبنا حطينا الست، لاحظ اعطاني ثلاثه. الثلاثه هدول ليش؟ لانه الفيكتور عباره عن ثلاث قيم مش قيمه واحده. لو اجيت انا هون كمان كومبايل اضغط له كومبايل، لاحظ اعطاني ثلاث قيم لإلها. طيب الان بدي كمان اورجيك انه الست ممكن تضغط عليها رايت كليك هون تضغط سبليت، قسم لي اياها لثلاث، بديش خانه واحده بديها ثلاث خانات، فصار اقدر اوصل على الاكس لحال والواي لحال والزد لحال، وبقدر ارجعها مره ثانيه اقول له ريكومباين رجع لي اياها زي الاول. كمان بامكاني انا لو بدي بقدر اسحب واكتب ميك فيكتور واختار اخر واحده تحت هاي، لاحظ حول لي اياها كمان لثلاث قيم، بقدر اوصل كل قيمه لحال من مصدر مختلف. ممتاز جدا. طيب خلينا نمسح التنتين. الان الفيكتور في له كثير نودز بتتعامل معه ممتازه، خلينا نتعرف عليها. لو ضغطنا يساوي لاحظ ان ايكوال اكزاكتلي اللي هي تكون القيمتين مطابقه طبق الاصل 100% بيعطيني نتيجه ترو، اذا ما كانوا مطابقين بيعطيني فولس. طيب ايش عندنا كمان؟ عندنا اوبريتورز ايكوال، كمان عندنا هنا تنتين، لكن في الحالة هاي مقدار التطابق ممكن انا احط انه لو كان الفرق بينهم 10 قيم انه اعطيني لسه اعطيني ترو، لو 9 قيم بتعطيني ترو، لو كانت 11 قيمة بتعطيني فولس. ممتاز. الان هاي بالنسبة للايكوال. طيب انا ممكن كمان عادي اسوي اد، في عندنا اد نود جمع، بقدر اضيف فيكتور على فيكتور، وبقدر اطرح سبتراكت، صار عندي جمع وطلع. الرياضيات وعندي كمان ضرب ملتبلاي وعندي كمان قسمة. ممتاز جدا جدا جدا. هذه القيم الرياضية. طب انا كمان خليني اسحبها من هون عشان نخليهم موجودين على الشاشة. عندي كمان اشي تاني خليني اسحب من هون، نقول له ايش؟ ليرب. نشوف هاي هون بالنود، هاي النود صراحة جميلة. ايش الفكرة فيها؟ لو انت عندك اثنين فيكتور، فيكتورين مختلفين، طبعا هو ما بصير يكونوا نفس الاسم بس خلينا نقول هم نفس او مختلفين هدول الاثنين. الان في عندنا الالفا، الالفا هاي لو حطينا احنا القيمة 0.5 يعني نص، الالفا هي من 0 لـ1 قيمتها. عند الصفر بروح على المكان الفيكتور الاول A، عند الواحد بروح عند الفيكتور بي، بتحرك لهذا الاتجاه او بكون موجود في هذا الاتجاه المجسم. لكن في النص اللي هو 0.5 رح يجي بالنص بالضبط بين الفيكتورين، رح ياخذ نص المسافه بين الاكس والواي، نص المسافه بين عفوا بين الاكس والاكس والواي والواي والزد والزد، وحيكون في نصف الفيكتورين. لو حطيناها واحد حيكون عند البي، فهاي بالنسبه للليرب. طيب خلينا نمسح هاي. ايش عندنا كمان؟ عندنا بنقدر نسوي بريك فيكتور. لما كنا عاملين عملية السيت كنا عاملين ميك فيكتور. في هاي الحالة كنا نجيب القيم على الاكس، الان ناخذ من جوا الفيكتور القيم، نسحب الاكس لحال والواي لحال والزد لحال، هون بندخل عليها هون بنطلع منها. ممتاز. طيب ايش عندنا كمان؟ بامكانك طبعا انك انت القيم هاي اللي هون في الزوائد في عمليات الرياضيه تضغط رايت كليك وتسوي لها كونفرت، مثلا بدك اياها انتجر، بدك تجمع على الاكس قيمه انتجر، على الواي قيمه انتجر، على الزد قيمه انتجر، وممكن كمان تيجي وتقول له بدي فلوت، بتقدر تغير في الخانه السفليه. ممتاز جدا جدا. الان هذا اللي شفناه كله
هاي هي المتغيرات تبعيت الفيكتور وكيف تقدر تتعامل معها. طيب خلينا الآن نمسحهم كلهم، بدنا نبدأ نسوي إشي في العالم تبعنا على الشخصية تبعيتنا نتصرف معها. طيب خلينا نأخذ أول، خلينا نسوي مثال، نضغط نكتب left mouse left mouse button. لو ضغطت أنا بالماوس في الزر اليسار بدي يصير إشي، إيش أنا بدي يصير؟ خلينا نقول بدي أنا أسوي spawn لأكتور، بدي أظهر مجسم spawn actor of class. طب خلينا هذا، خلينا نسوي الأكتور، بدنا نسوي أكتور في العالم، خلينا نصمم واحد، نرجع بلو برنت، نختار بلو برنت كراس أكتور، خلينا نسميه كيوب، نفتح الملف، نضيف عليه كيوب، صار عندنا كيوب، كومبايل، سيف، سكر، صار عندنا ملف فيه كيوب، ممتاز. خلينا نشوف، أدور هون على الكيوب اللي سويناه، هذا هو الكيوب، ممتاز جدا جدا. الآن إيش بدي يصير؟ أنا لما أضغط بالماوس بالزر اليسار ينشئ لي في العالم تبعنا الكيوب، ممتاز. طيب الآن الكيوب هاد إله ست ترانسفورم، بده يعرف موقعه. كيف أنا بعمل الموقع؟ بسحب بكتب ميك ترانسفورم. لاحظ انت هون صار في عنده لوكيشن روتيشن وسكيل، اللي هي كنا نشوفها هون لوكيشن روتيشن وسكيل، ممتاز. طيب بدنا نحط لللوكيشن، نحدد المجسم يكون فوق الشخصية. الآن لما نلعب الشخصية تبعتنا موجودة، بدنا المجسم يجي فوق رأس الشخصية. طيب خلينا نيجي نقول طالما احنا بدنا نوصل مع الشخصية، نكبس رايت كليك كيت اكتور لوكيشن، حدد موقع الشخصية، سيلف، سيلف اللي هو الملف نفسه اللي احنا في جوا ملف الشخصية ثيرد بيرسون كاركتر. طالما انا جوا الملف فانا حاطط على السيلف، فانه هيك العملية بتتم على حسب الملف اللي موجود فيه، ممتاز. طيب نرتين فاليو، خلينا نحط ايش، نضغط زائد، بدنا نضيف، بديش انا يجي الصندوق في بطنه للشخصية، بدي ارفعه لفوق شوي، خلينا نقول 130، تمام. الان خليني اوصل انا هاي هون ونجرب الان كومبايل سيف، خلينا نشوف، لاحظ اتخذت في الراس، خلينا نزود هاي ل 160، كومبايل سيف. الآن أنا بضغط في صندوق، بمشي قدام صندوق ثاني، صندوق ثالث، صارت أنا أعمل صناديق وأنا بمشي. طيب ممتاز جدا جدا جدا، الآن سوينا الصندوق عندنا. طيب كإيش اللي عملناه؟ جبنا موقع الشخصية، أضفنا عليها 160 في الزد، بدنا إياه يتغير من موقع الشخصية 160 درجة، 160 سنتي، طبعا هو بحسب بالسنتي، 160 سنتي في الزد، حطيناه على اللوكيشن ورجعنا، قلنا انشئ الصندوق هذا في المكان اللي احنا حددنا لك اياه لما اضغط ليفت كليك بالماوس. هذا كل المنطق اللي كتبناه. طيب الان لو انا بدي كمان اضيف، بدي خلينا نتعرف شو نسوي، بدنا كمان لما نتحرك بدي اياه يصير يمشي معي. خلي اجي انا هون ايفنت تك، طيب انا بدي اياه يتحرك معي، خلنا نسحب هون هاي. طب قبل ما نسوي زي هيك بدناش يطلع لنا ايرورز، بدنا قيمة هاي تكون متأكدة اذا موجود الصندوق، سو بدي اسوي لي صندوق واحد. خلينا هاي راح نتعلمها في درس قادم ان شاء الله. الحركة اللي هي بتضغط على الايقونة ريتيرن فاليو، بتحكي له بروموت تو فاريبل. لاحظ انت الان هون عمل لي فاريبل جديد اسمه كيوب، اللي هو المتغير تبعنا نفسه، خلينا نغير اسمه لكيوب. بدي اجيبه هون جيت، بدي اسحب منه واكتب is valid وفي علامة الاستفهام جنبه، ممتاز. طيب ارجع هاي لورا، ايش الفكرة من هذا ال is valid هاي؟ انه اذا كان هذا الاشي، عفوا مش اذا كان هذا الشيء موجود نفذ هذا الامر اللي هو الكيوب، اذا ما كان موجود نفذ هذا الامر. طبعا احنا في حالتنا اول ما تبدأ اللعبة الكيوب مش موجود، فايش راح يسوي؟ راح ينشئه.
طب اذا كان موجود لا تعمل ولا شيء، خلاص لا تنشئ. فالان لو انا شغلت اللعبه وضغطت سوى لي صندوق، اضغط مره ثانيه ما بنشئ. ليش؟ لانه بنفذ من هون من هذه الجهه. يعني لو انا كتبت هون print string لازم يطبع there cube، يعني راح يكون في كيوب. الان ضغطت المره الاولى طلع لي صندوق بس ما كتب كلمه، الان بكتب بقول لي في كيوب صار موجود، خلص انتهى انشأته انت. ممتاز. طيب الان بدي انا اسوي نفس الحركه هاي، بدي اجيب الكيوب get، بدي اتاكد انه موجود في العالم، لازم يكون موجود is valid. بوصل الان انا ايش بدي اعمل؟ بدي اياه وانا امشي يتحرك معي. فباجي انا بدي لازم يكون موجود علشان اتنفذ الامر هذا. بدي اكتب set actor location، بدي اياك تحدد لي location، بدي اياك تحط لي موقع الكاركتر او الاكتر او الشخصية او المربع، اي اشي تقدر تسميه set actor location. خلينا نستخدم عليها. تمام. الان ايش بده هو؟ بده التارجت مين؟ سيلف. لا هو مو سيلف، التارجت هو الكيوب. فانا بدي نسخة تانية عن الكيوب، بقدر اوصل على طول هون. ممتاز. انا بدي الكيوب اللي يتم تحديد موقعه. طب اللوكيشن تبع الكيوب ايش بده يكون؟ في عنا خلينا نحط ناخذ هذول get actor location duplicate control d. طيب الان انا لو عملت الحركه هاي ايش راح يصير؟ خلينا نشوف. حددته، لاحظ الان وين بمشي الصندوق دائما معي، وين ما اروح بمشي الصندوق معي. ممتاز جدا جدا جدا. طبعا انا بامكاني اضيف مثلا انا هنا 100 في الاكس، فبصير لقدامي الصندوق. لاحظ بقدر اضيف مثلا اخليها 300 سنتي 3 متر، يعني الان الصندوق بعيد عني 300 سنتي 3 متر. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان حطينا الصندوق بتحرك معانا وظبطنا موقعه في العالم، وصرنا لما نكبس اول مره بيطلع، لو اكبس كمان مره بقول لي في كيوب موجود اصلا. وتعلمنا كيف انك نقسم الفيكتور. طيب الان بدنا كمان نضيف عنا على اللعبه، بدنا نضيف انه لما انا الف الشخصيه طلع، انت لاحظ انا الصندوق لو انا طلعت لهون بضل الصندوق وراي، بدي الصندوق يضل معاي قدامي. طيب هذا الاشي بدنا نتعلم على اشي في الروتيتور. الروتيتور خلينا نضيف variable نسميه روتيتور، نختار من هون روتيتور. لو جينا حطينا get لاحظ العادي، لو حطينا set كمان له ثلاث قيم، لانه احنا عارفين انه الروتيتور له ثلاث قيم. ممتاز. طيب الان الروتيتور كمان خليني بس نشرح شوي عن الروتيتور قبل ما نشتغل عليه. الروتيتور فيه هو اقل في النود تبعيته، بتقدر تكتب break rotator زي ما عملنا، شوف roll بتشويا. وعندنا كمان combine rotators، اربط rotators مع بعض، ما في عندنا جمع وطرح وقسمه في الروتيتور. وعندنا كمان leap اللي احنا حكينا عنها، الالفا عند الصفر بتكون اي، عند الواحد بتكون بي، فهو بيسوي الدوران بين القيمتين. ايش عندنا؟ وعندنا كمان واحده مهمه جدا اللي هي get rotation x vector. هاي اللي هاي مهمه جدا جدا جدا. ايش get rotation x vector؟ خليني اشرحها. الان كل شخصيه، خلينا نجيب الشخصيه. الان كل شخصيه لاحظ الاحمر، الخط الاحمر اللي هو الاكس، تمام. فانت لما بدك تقدر تحدد الشغله من الاكس اكسس، فاحنا لما حطينا هون get rotation x axis x vector ايش معناته؟ يعني انت بدك تحدد موقع الاكس. فانا وانا دورت الشخصيه هاي، لاحظ انت الشخصيه هاي في عندها الاحمر موجود، والوجه تبعها الاستقامه تبعيتها بين الاكس والواي، لكن الاكس ما ظل ثابت مكانه. فانا باخذ التغييرات من الاكس في اي مكان بدي اياه. طيب
خلينا نبدا الان نستخدم هذه النوت. احنا خلصنا النوت تبعيت الروتيتور، خلينا نمسح كل شيء. طيب بدنا نرجع ونحط للشخصيه تبعيتنا الدوران تبع المربع واحنا نتحرك. كيف بدنا نسويها؟ خلينا نكتب get actor. اول شيء نحدد موقع الشخصيه، get actor location. الان السيلف التارجت اللي هو الشخصيه تبعتنا، ممتاز. بدنا نقول له get rotation get rotation get actor rotation get actor rotation مش location، اللوكيشن احنا بدنا الروتيشن. get rotation x vector. الان جبنا ال x vector، بدي انا اجيب القيمة هاي واقول له بدي اطلع قيمة الضرب، بدي اضربه في قيمة. خلينا نحول هاي ل float ونحطها 500 مثلا. تمام، الان بدي ارجع هذول لورا، بدي اسحب واعمل كمان اد اضافي، بدي اضيف القيمتين على بعض، وصل هاي هون. الان بشرح لك بالتفصيل اللي عملناه. اول شيء حددنا موقع الشخصيه، بعدين اضفنا عليها 160 يطلع لفوق، بعدين حددنا الدوران وحددنا الاكس تبعنا، سحبنا منها الاكس من قيم الدوران الثلاثه، اخذنا الاكس وزدنا ضربناها ب 500، وبعدين اضفناهم على بعض حددناهم لللوكيشن. الان صارت لما تبدا اللعبه هاي بستخدم هاي القيم. طبعا انا بدي افصل بس هاي، بديش انسخ كل هاد، بس يعني ممكن انسخه انا واحطه هون وامسح هدول التنتين او بعدهم واستخدم هاي اوصلها هون. تمام، الان لو سوينا كومبايل بلاي، لاحظ انت الان الشخصيه بتتحرك، بس تطلع الشخصيه باي جهه المربع بتحرك معها. ممتاز جدا جدا جدا. طيب يعني انت ممكن تحط اصلا شخصية، يعني مثلا اذا بتعرفوا لعبة ديستني في زي جوست بيمشي معاك وانت بتلعب اللعبة، فممكن تحط هيك حيوان اليف او اشي يتحرك حواليك له انيميشن ويصير يتحرك بمسافة معينة من شخصية اللعبة تبعيتك. تمام التمام. اوكي، الان هيك تعلمنا عن الروتيشن وتعلمنا عن اللوكيشن وتعلمنا كيف نستخدم. طبعا هاي الاشياء اللي كتبتها انا تفصيلية، انت بتقدر في عندك كثير تفاصيل بتقدر تستخدمها في الفيكتور روتيتور والترانسفورمرز. انت بامكانك تستخدم كل شيء. لاحظ انا بس شرحت لك كيف تطلع القيمة، يعني لما نحن جبنا كيت اكتور لوكيشن، اللوكيشن تبع الاكتور بيتم تحديده، هذا الشخصية هذا اللوكيشن تبعه. بسحب القيم هاي بتكون جوا النود هاي، بقول له بدي اياك تزود على الزد 160 لفوق، يعني بعدين بحددها لانه الصندوق يصير على 160 لفوق. ممتاز جدا جدا جدا. طيب عندنا كمان، خلينا نحكي عن الترانسفورم. خلينا نضيف فيكتور هون فاريبل سميه ترانسفورم ونغيره من هون لترانسفورم، ونيجي get شكله عادي. الست كمان غريب شكله، لا هو فيه خانة ولا فيه ثلاث خانات، لانه الترانسفورم فيه 9 خانات. لو ضغطنا كومبايل لسه مش مبين، بس هو طلع فيه 9. لو انا كيف بقدر افوت هون؟ بضغط رايت كليك، بضغط split structure pin، بعطيني الخانات كلها. وبقدر كمان اسوي split تاني، بضغط split structure pin بعطيني كمان 3. فانت كل مره بتقدر تقسم الخانات هاي وبتقدر ترجع توحدها مره تانية، ريكومباين ريكومباين وتعملها ريكومباين مره تانية. الان تقدر تعمل كمان ترانسفورم بريك ترانسفورم، تحدد اللوكيشن روتيشن والسكيل، وبتقدر من هون كمان تضغط رايت كليك وتعمل سبليت وتحدد اللوكيشن روتيشن والسكيل. بتقدر كمان تعمل عملنا سبليت لهاي، تقدر هون تعمل كمان ميك ترانسفورم وبيعطيك القيم اللي احنا عملناها قبل شوي هون، ميك ترانسفورم اللي هي هاي نفسها.
الآن هيك احنا تعلمنا على المتغير الفيكتور، وتعلمنا عن متغير الروتيتور، وتعلمنا متغير الترانسفورم. الكود اللي انا عملته هون هذا فقط مجرد مثال عشان كيف نضيف، يعني هذا سبون اكتور كيوب اصلا اضافه على الدرس، وانه حولنا هذا الفاريبل اضافه على الدرس. فانت هذه كلها حنظهرها في دروس قادمه، لكن احنا اضطرينا نستخدم هذه النوتس بس عشان نفهم كيف نستخدم اللوكيشن وكيف العلاقات بين بعض. في دروس القادمه حيكون كل شيء اسهل بكثير. طيب بس بدي اضيف شغله للدرس، اللوكيشن تبع الشخصيه في له لوكيشنين، او المجسمات لها موقعين. يعني هذه هذا المجسم له الموقع في العالم وله موقعه هو. موقع هذا المجسم هو 0 0 0 بحد ذاته. طيب خليني أوضح اكثر. لو اجيت انا هون هاي الشخصيه لما اضغط عليها لاحظ لها 0 0 0، القيم الصفار هاي اللي هي قيمتها لنفسها في موقعها على الصفر تبعها، وهون قيمتها في العالم. طيب لو انا اضفت كمان على هذا الشخصيه هاي اضفت كيوب، الكيوب هاد حركته لقدام، الان لاحظ الكيوب 170 0 0. لما اجي على العالم، في العالم موقع الشخصيه هاي الكيوب 170، لاحظ بس هو مش في العالم 170 فعليا، هاي 170 طبقا بيبعد 170 سنتي عن الشخصيه، ولكن الشخصيه ضغطنا عليها تبعد 0 0 ناقص كذا عن نفسها. فعندك الشخصيه تتغير القيم اللي انت بتشوفها. لاحظ لما مسك كل المجسمين مع بعض، المجسمين مع بعض موقعهم في الاكس والواي والزد، بس لما امسك الشخصيه لحال، امسك الصندوق لحال، بطل يمسك لي اياه. الكيوب 170 مش راضي يمسكني اياه هون، مسكه 170 0 0، الشخصية 0 0 0، او حتى هاي اللي حطيناها الصفر هذا موقعها لحالها. ليش؟ لانه في روت الروت تبعها الصفر فوق. بس هذه الشخصية من المهم تعرف انه في لها موقعين، والصندوق له موقعين، وكل مجسم له موقعين، موقع لنفسه وموقع للعالم. فانت اذا استخدمت تحديد الشخصية او تحديد الموقع في الايفنت جراف، تحكي قاعد تحديد الموقع في العالم مش في الشخصية. ممكن طبعا احنا تدخل بتفاصيل داخلية وتحدد موقع المجسم من الشخصية. هيك بكون انتهى هذا الدرس. بشوف دروس تانية، حاول تعيد هذا الدرس. الدرس هذا شوي طويل وفيه تفاصيل، بده شوي تفكير، لكن درس جدا بسيط. بالتوفيق، يلا في امان الله، بشوفك درس تاني. مع السلامة.